اللواء محمد الشعار وزير الداخلية يؤكد خلال لقائه اليوم وفد اللجنة الاغترابية في دولة الكويت أن سوريا تحقق النصر على الإرهاب وداعميه بفضل صمود شعبها وتضحية جيشها الباسل وقوى الأمن الداخلي وحكمة قائدها الرئيس بشار الأسد. أكد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية أن سوريا تحقق النصر على الإرهاب وداعميه بفضل صمود شعبها وتضحيات جيشها الباسل وقوى الأمن الداخلي حكمة قيادتها، مشيرا إلى الإنجازات الميدانية التي يحققها الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي على كافة الجبهات. وخلال لقائه وفد اللجنة الاغترابية في دولة الكويت، لفت الوزير الشعار إلى أن سوريا تعتز بأبنائها الموجودين في الخارج وتعتبرهم رسلا وسفراء حقيقيين في بلدان الاغتراب من خلال تمسكهم بوطنهم وإخلاصهم له، مثنيا على مبادرة الجالية السورية في الكويت بتكريم جرح قوى الأمن الداخلي، ما يؤكد تمسك السوريين بوطنهم وانتمائهم رغم الضغوط التي مورست عليهم في العديد من دول الاغتراب. كما لفت وزير الداخلية إلى أن الحكومة السورية تعمل على حل جميع المشاكل التي تتعرض لها الجالية السورية سواء في دولة الكويت أو غيرها من الدول. بدورهم أعضاء وفد اللجنة الاغترابية في دولة الكويت ثمنوا عاليا دور قوى الأمن الداخلي وعبروا عن اعتزازهم بالصمود البطولي للشعب السوري وجيشه الباسل وقوى الأمن الداخلي والفخر بالانتصارات التي تتحقق كل يوم، وأكدوا على الالتزام بواجبهم الوطني والمساهمة في تقديم كل ما يلزم تجاه وطنهم. أطلقت وزارة الأوقاف في رحاب جامع الحسامي بحمص مشروع المنهج العام لخطب الجمعة خلال لقاء ضم أرباب الشعائر الدينية في المحافظة، وذلك تحت شعار المنبر موقع عام له حرمة وقواعد وأصول. أطلقت وزارة الأوقاف مشروع المنهج العام لخطب الجمعة خلال لقاء ضم أرباب الشعائر الدينية في رحاب جامع الحسامي بمحافظة حمص، وذلك تحت شعار المنبر موقع عام له حرمة وقواعد وأصول. هو لقاء حول المنهج العام لخطب الجمعة في سوريا، والحقيقة كان التجاوب كبيرا من السادة العلماء وخطباء المساجد، حيث أن تطوير الخطاب الديني هو أمر مستمر يعتمد على المرتكزات الأساسية. ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى سنقوم بجولات على كافة المحافظات للقاء مع السادة العلماء وخطباء المساجد والداعيات. هذا المنهج العام هو منهج لكل العاملين في الحقل الدعوي والإرشادي والديني، وهو يتعلق بمحاربة الفكر المتطرف والإرهابي. نحن دائما خطباؤنا كلهم على دراية وعلم بهذا التطوير، هو كما تفضل السيد الوزير لا يتطور الدين كما أنزل من الله عز وجل كاملا، إنما نحن العقل البشري علينا أن نطوره حتى نصل إلى هدفنا وهو العقل البشري وحفظ كرامة الإنسان ومخاطبة العقول كما أمرنا الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم. نحن نسعى لأن يكون خطابنا متوافقا مع الواقع الحالي. هذا الواقع الذي نطلبه هو أن يكون عندنا نوع من وعي وإدراك لكي يكون موضوع التسامح بالأساس هو الأساسي، ولكي يكون موضوع أيضا الحوار المبني على المحبة وعلى التفاهم والصراحة هو أساسي. هذا أساس هذا الموضوع. نحن معنيون بهذا الموضوع مسلمين ومسيحيين، وسبب هذا الموضوع هو أن يكون عندنا خطاب على الأقل من حيث المضمون موحد. المشاركون من أرباب الشعائر أكدوا على دورهم في إعادة تصويب الفكر الديني وتصحيح المفاهيم التي زرعت في عقول الشباب بتطوير الخطاب الديني، بما يعزز الوحدة الوطنية ويساهم في إعادة بناء المجتمع الذي حاول الإرهاب التكفيري تدميره. لقاء اليوم ينبع من أهمية دور رجل الدين في سوريا وفي المنطقة وفي العالم الإسلامي أجمع، وطريقة توجيه الخطاب وأسلوبه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة
والالتزام بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا. يجب على رجل الدين أن يعبر عن التوجه الإسلامي الحنيف الصحيح الذي ينسجم مع المشروع الوطني ومع المشروع الإنساني الذي ننشده في هذا الوطن. تصحيح المفاهيم الخاطئة التي زرعت في عقول الشباب لكي نصححها بالوسط الدين المعتدل بالفكر الدين المعتدل، نوصلها لهؤلاء الخطباء أو لهؤلاء الأمة والدعاة. فبإذن الله تعالى هناك ورشات عمل للمنهج العام الذي أطلقه السيد وزير مشروع المنهج العام لخطب الجمعة إن شاء الله، ويكون فريق الدين الشبابي له دور هام فيه بإذن الله تعالى. نحن اليوم الفريق الشبابي عم نشارك بهذا المنهج العام لخطب الجمعة لتعزيزا لدور الشباب في هذا الموضوع، لتعزيز الفكر المعتدل المتسامح الإسلامي بعد أن قامت المجموعات الإرهابية والفكر الإسلامي المتزمت بغسل دماغ الشباب. هذا الاجتماع الذي نجتمع في هذا اليوم إنما هم لخطباء المنابر وفرسان المنابر الذين يدافعون عن هذه البلاد وهذا الوطن باللسان. دورنا اليوم هو أن نقوم بتصويب هذه الأفكار وأن نتجه نحو هذا المنهج العام لخطب الجمعة كما، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لمشروعنا الجديد هذا. هذا اللقاء يهدف إلى إطلاق المنهج الجديد للخطابة الدينية والمنبرية، ويهدف إلى توعيد الشباب والأمة الإسلامية إلى المساواة والعدل بين كل طبقات المسلمين، ويهدف إلى تطوير الخطابة الدينية. كما تخلل إطلاق المشروع عرض فيلم عن أهم النشاطات المنفذة في مديرية أوقاف حمصة والدورات التدريبية للخطباء والداعيات والمسابقات القرآنية في معاهد الأسد لتحفيظ القرآن. محافظ حماة ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية وأمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي قاموا بزيارة إلى النقاط والمواقع المتقدمة للجيش في ريف حماة. بمناسبة عيد الجيش العربي السوري، قام رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حماة اللواء جمال يونس ومحافظ حماة الدكتور محمد الحزوري وأمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي مصطفى سكري بزيارة إلى النقاط والمواقع المتقدمة للجيش في ريف حماة. نهنئ شعبنا العظيم الذي أنتج جيشا وطنيا نوعيا تربى على حب الوطن وتبنى قضاياه العادلة، فهو من تبنى قضية فلسطين وجعلها بوصلته الأساسية، لا يزال يقوم يوميا في قتل العدد الكبير من هؤلاء الإرهابيين على بقاع أرضنا الحبيبة، يطهرها، وبإذن الله سيتابع حتى نحتفل قريبا ونعلن الانتصار الأكبر بنصرنا على كل الحاقدين في العالم ضد وطن العدل والحرية. جئنا نهنئ جيشنا الباسل الجيش العربي السوري بعيده السنوي. لا شك نحن كجيش خدمي أيضا نقف في خندق واحد مع جيشنا الباسل الجيش العربي السوري. في هذه الذكرى نتقدم بالرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار، لو ما تضحياتهم لا كنا نحن الآن موجودين في هذه النقطة المتقدمة من المعركة. نحن الآن على خط تماس تقريبا مع العدو. نبارك لجيشنا عيده ونقدم ولاءنا المطلق لسيد الوطن السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة. أبطالنا المرابطين في وجه الإرهاب القذر، هؤلاء الأبطال أبطال الجيش العربي السوري الذين يدافعون عن الأرض والعرض والأهل ويمنعون الإرهابيين القذرين من التدمير والقتل والسبي، جئنا هنا نهنئهم بالعيد. جئنا إلى هنا نتطيب بعطرهم، عطر الرجولة، عطر الإباء، عطر البطولة، عطر الشهادة. تم خلال هذه الزيارة تقديم الهدايا لأبطال الجيش المرابطين على جبهات القتال، متمنين لهم التوفيق والنجاح في المهام الوطنية المكلة لهم في الدفاع عن سوريا أرضا وشعبا. إن شاء الله يا رب نضل نعاهد البلد ونضل إيد واحدة، وإن شاء الله ما بيفرقنا. إن شاء الله كل عام وسوريا وجيشها بألف خير وقائدنا بألف خير يا رب. راح نتحرر الإرهاب من كل أراضي سوريا. كل عام وأنتم بخير لكل سوريا، وإن شاء الله قريبة لدحر آخر إرهابي، ونحن باقين لدحر آخر إرهابي. أبطال الجيش العربي السوري
المرابطون والمدافعون عن سيادة سوريا ووحدة أرضها وشعبها جددوا العهد للوطن بتقديم أرواحهم ودمائهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن والمضي قدما في دحر الإرهاب وتحقيق الانتصار. وضع إكليل غار على نصب الشهيد بساحة الشهداء في حي الموظفين بدير الزور. يا أيها الجندي، يا أيها الواقف في جفن الردى، يا أيها المنتوج من غضب ونور، هذا زمان الصقور. تقديرا لتضحياتهم وبمناسبة عيد الجيش العربي السوري، تم وضع إكليل غار على نصب الشهيد بساحة شهداء في حي الموظفين. شارك بالفعالية ممثلون عن المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، كما ألقيت قصائد شعرية تغنت ببطولات رجال الجيش والانتصارات التي حققوها على ساحات الوطن. ستبقى تضحيات ودماء شهداء الجيش العربي السوري بصمة الشرف والعزة التي سجلها التاريخ وسيرثها الأبناء والأحفاد عنهم، وستبقى سوريا شامخة صامدة معتزة بأبنائها البواسل صانعي النصر. الفعاليات الرسمية والأهلية بمحافظة طرطوس يزورون مقبرة شهداء الجيش العربي السوري في المدينة. بمناسبة الذكرى 72 لتأسيس الجيش العربي السوري، قامت الفعاليات الرسمية والأهلية بمحافظة طرطوس بزيارة مقبرة الشهداء في المدينة، حيث وضعوا أكاليل الزهور وقرأوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة تخليدا لذكراهم العطرة. كما زارت الوفود الرسمية المشفى العسكري في المدينة للإطمئنان على الوضع الصحي لجرحى الجيش العربي السوري وتقديم التهنئة لهم بهذه المناسبة. لقد ترجم الجيش العربي السوري مقولة وتوجيهات القائد العام قائده عندما قال: السيد الرئيس بشار الأسد لن أسمح للتاريخ أن يسجل بأن السوريين قد تخلوا عن وطنهم. وهؤلاء الأبطال الجيش العربي السوري استطاعوا أن يترجموا هذا التوجيه وأن يحفظوا لنا سوريا، فكل الرحمة لشهداء سوريا وكل عام وأنتم بخير. نقول لجيشنا العربي السوري كل عام وأنتم بخير. هذا اليوم يجتمع فيه عيدان، العيد الأول هو عيد الجيش، والعيد الثاني الذي يتحقق بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هؤلاء الأبطال هو عيد النصر. يوم عيد الجيش هو يوم الوفاء لأولئك الأبطال الذين يرابطون على الثغور، لأولئك الذين لهم في عنق كل سوري ذمة ووفاء، لأنهم دافعوا عن الأرض والعرض والدين، لأنهم صدوا عن هذا البلد كل عدو وكل غاصب. نقول لهم شكرا لكم وكل عام وأنتم بألف خير. هذه المناسبة عيد الشهداء، عيد الجيش العربي السوري، نتوجه إلى زوجة كل شهيد وإلى أم كل شهيد وأولاد كل الشهداء بأننا أبناء الشعب العربي السوري نحن أوفياء لهذه الأسر الفاضلة، لهذه الأسر الكريمة. أن عيد الجيش العربي السوري هو عيد الوطن، كل الوطن، لأن الجيش العربي السوري هو ابن الشعب وهو جزء من هذا الشعب. رجال الشرف والبطولة، حماة الوطن وصناع الانتصار، رجال الجيش العربي السوري يؤكدون بأنهم مستمرون بصناعة المجد وسحق الإرهاب حتى تحرير كامل الأراضي السورية من رجس الإرهاب وتحقيق النصر. محافظ السويداء عامر العشي زار جرحى الجيش العربي السوري في المحافظة ممن أصيبوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني في الدفاع عن بلدهم ضد الإرهاب. تقديرا لتضحياتهم الكبيرة في سبيل إعلاء كلمة الحق وبمناسبة عيد الجيش، زار محافظ السويداء عامر العشي جرحى الجيش العربي السوري في المحافظة ممن أصيبوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني في الدفاع عن بلدهم ضد الإرهاب والإرهابيين. استكمالا لجولاتنا على أهلنا ذوي الشهداء وجرحى الحرب، قمنا اليوم بجولة على جرحانا في منازلهم واطلعنا على أوضاعهم الصحية والمعيشية والمتابعات التي تتابع لهم من قبل مديرية الصحة والجهات العامة كلها، وأكدنا من خلال مدير الصحة المرافق لنا و
رفيقنا رئيس مجلس المحافظة على متابعة العلاج وتأمين الدواء لهم بشكل كامل حتى العلاج إن أمكن العلاج بشكل نهائي، وإذا في بعض الحالات تستدعي نقل إلى دمشق أو المشافي المركزية سيتم متابعة وضعه أيضا في هذه المشافي. جرحى الجيش العربي السوري عبروا عن فخرهم واعتزازهم بما قدموه كرمال الوطن، وبأنهم على استعداد للعودة إلى ساحات القتال بعد تعافيهم، كما عبر أهالي الشهداء الأحياء عن ثقتهم بأن الدولة بكافة مؤسساتها لن تتخلى عن أبنائهم. اللي مقدموني بعده صغير قبل زيارتكم للكبير اللي إلي، يعني أنا مقولوها لو مقدم دمي مش فدا الوطن مش مقصر، لأن الوطن اللي ربالي أولادي رباني إلي شو ما عملت له أنا بكون مقصر. لسه بتحس إنه في حدا عم يقدر المصاب إنه خدم الوطن وتعب وصاوا مثل ما يقول غالب بيته ولسه في حدا عم يهتم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال قدموا الغالي والنفيس في سبيل عزة الوطن وكرامته. في عيدهم كل عام ورجالنا رجال الجيش العربي السوري بألف خير. في إطار التسويات والمصالحات الوطنية في محافظة القنيطرة، التقى وفد يمثل الجانب الروسي من مركز المصالحة الوطنية في المنطقة الجنوبية أبناء وأهالي ووجهاء المحافظة. في إطار التسويات والمصالحات الوطنية في محافظة القنيطرة، التقى وفد يمثل الجانب الروسي من مركز المصالحة الوطنية في المنطقة الجنوبية أبناء وأهالي ووجهاء المحافظة. محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر دعا اللجان الفرعية للمصالحة في المحافظة إلى تكثيف الجهود والتواصل مع المواطنين في المناطق التي ينتشر فيها المسلحون لإتاحة الفرصة أمامهم لتسوية أوضاعهم وتسليم سلاحهم. لقاءاتنا واجتماعاتنا مستمرة مع الفعاليات والوجهاء، فعاليات الدينية والسياسية والثقافية والوجهاء في المناطق الجنوبية لتحقيق المزيد من المصالحات الوطنية وبما يحقن دماء شعبنا ويحافظ على البناء التحتية. في هذا الإطار كان لقاؤنا اليوم مع هذه الفعاليات بحضور الجانب الروسي، تم طرح كل المواضيع التي تهم وتحقق نتائج مصالحات وطنية قريبة إن شاء الله على أرض المحافظة. نحن مستمرون حتى تحقيق كامل المصالحات على أرض محافظة القنيطرة. هذا اللقاء يعني المتكرر دائما، كل شهر احنا بنساوي لقاء وبنحاول نتواصل مع وجهاء هذه المناطق التي هي خارج السيطرة ليتواصلوا مع المسلحين لعودتهم إلى الوطن وترك سلاحهم اللا شرعي وعودهم إلى الوطن وتسوية أوضاعهم بوجود الضامن الروسي. إعادة تفعيل دور لجان المصالحة الوطنية ونقاش الدور الروسي في وضع المناطق تحت خفض التوتر، إيضاح للمواطنين وللجنة المصالحة ما هو الدور الروسي القادم في إنجاح مبادرات المصالحة الوطنية في القطاع الشمالي والجنوبي وصولا إلى ريف درعا الغربي، وحابين أنه يتم هالأمر، حابين أنه نرجع لبيوتنا، وحابين أنه فوق تتم الأمور ونفوت على بعضنا نطلع على بعضنا. نحن أخي بالنسبة لنا يعني هلأ مثلا المصالحة، نحن لجنة المصالحة لازم تمشي. هلأ مثلا نحن أنا بالنسبة لي مثل مزارع الأمل، أنا كل أس قاعدة فيها بدوني أنا، عرفت شو، ما فيها شيء، ما فيها آمني من أحسن ما يكون فيها أمور. ممثل الوفد الروسي أشار إلى أهمية المصالحة الوطنية في حقن الدم السوري وإعادة الأمن والسلام، كاشفا عن وضع نقاط مراقبة على أرض القنيطرة ضمن مناطق تخفيف التوتر لرصد أي خروقات من قبل المجموعات المسلحة. أبناء القنيطرة بدورهم طالبوا الجانب الروسي بالضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف الدعم لأدواته في المنطقة، مبينين أن الكيان الصهيوني هو العائق الأكبر في تحقيق المصالحات على امتداد مناطق خط وقف إطلاق النار.